النهارده فرقه نادي الزمالك عملت ماتش كويس بعد الدقيقه 25، بعد الدقيقه 25 نادي الزمالك ما استفادش بالنقص العددي اللي النادي الاهلي ابتدى بيه. هتقول لي يعني ايه النقص العددي؟ النهارده في لاعب كان بيلعب في النادي الاهلي في السكور، نزل من بدايه المباراه لكن هو كان غير موجود، هو موديست. يعني انت كان في لاعب اللي بيلعب ناقص يعني، ده لاعب بيلعب ناقص، كان لازم نادي الزمالك يستفيد من الموضوع ده. نادي الزمالك ابتدى يشتغل من بعد الدقيقه 25، ابتدى يعمل عمليه استحواذ بشكل كويس احسن، ضيع من ايده 25 دقيقه كان من الممكن ان هو يقدر يوصل للهدف بتاعه. هل طريقه اللعب واداء الفرقه والتشكيل اللي اتلعب بيه نادي الزمالك كويس؟ يعني بنسبه كبيره، ولكن انا عندي بعض التحفظات على مراكز معينه. يعني زي ايه؟ زي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مركزه الاساسي هو بيلعب رقم 10، فما ينفعش بيلعب ورا هو قوي. انت ضيعت 75% من ميزه عبد الله السعيد. اجبرت عبد الله السعيد انه يعمل كرات طوليه او كرات طويله للمهاجمين بتوعه على الاطراف او للجزيره، يرجع بيبذل مجهود كبير في الدفاع بيأثر عليهم. انت ضيعت الميزه الاساسيه اللي عند عبد الله، انت بعدته عن مرمى المنافس او مرمى النادي الاهلي. الحاجه الثانيه ناصر ماهر بنفس الوضع، يعني اسلوب هو طبعا عايز يلعب بالاكبر عدد من لعيبه الكور اللي موجودين في الملعب. بالرغم من كده انت الاستحواذ بتاعك ما كانش موجود 25 دقيقه في الاول، رجع بعد ما بقى في تراجع من النادي الاهلي في منطقه وسط ملعبه، فادى مساحه ان هو يقدر يبقى فيه استحواذ. نادي الزمالك كان لازم يستفيد من المشكله الكبيره اللي كانت موجوده عند دفاعات النادي الاهلي من بدايه المباراه، حتى الهدف اللي احنا جبناه الجون الاول، والكوره اللي كان فيها ضغط من زيزو اللي اصيب فيها طبعا مع عامر ربيع. طبعا مشكله كبيره جدا، فدي بتقول لك حتى الهدفين، الهدف الثاني اللي احنا جبناه بتاع سيف برضو دي يعني عدم تمركز سليم وما فيش رؤيه كويسه. ضربه الجزاء اللي اتحسبت واتلغت. يعني في امور كتير جدا دفاعيا، طبعا هسيب ميدو يتكلم يعني باستفاضه على النادي الاهلي، لكن نادي الزمالك النهارده كان عنده فرصه كبيره جدا في النواقص اللي موجوده في عدد كبير من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي كانت غير موجوده. صح، وبتحدث الفارق. فانت كان لازم تستفيد، يعني انت لما جبت هدف الشوط الاولاني كان لازم يعني دايما انت الزمالك تراجع تماما، ولا عشان الاهلي عمل تغييرات في الشوط الثاني؟ لا هو مش يعني مسك الجيم تماما. حتى انا كنت بتكلم في الشوط الاول يا كريم، انت المفروض عمليه الضغط بتاعتك لما تحس ان فرقه النادي الاهلي، انت اديت فرصه النادي الاهلي انه يعمل استحواذ في 25 دقيقه. كان لازم عمليه الضغط العالي كان لازم تشتغل، انت كنت بترجع تستقبل في نص الملعب عشان تدي فرصه لنفسك تعمل مساحات زي الهدف اللي احنا جبناه. كويس، لو هو الفكر كده، لو هو الفكر كده مفيش مشكله. يعني هو احنا نجحنا في الهدف الاول من الاختراق بتاع سيف الجزيري، عمله بشكل كويس جدا. قدر ان هو يعمل الاختراق وضرب الاوفسايد والتسلل وقدر ان هو يحبس الهدف. فيعني لا، انا شايف النادي الزمالك ادى مباراه جيده جدا. كان من الممكن الشوط الثاني يبقى افضل من كده. على فكره التغييرات اللي اتعملت كان من الممكن ان هي ما تبقاش في صالحنا، لان في تغييرات حصلت ورا بعض كده يعني صعبت المهمه بالنسبه لل طلعت لعيبه الكوره كلهم احسن اللي ماسكين اللي هي كل اللعيبه اللي ماسكه كوره خرج في الملعب، اذا كان عبد الله اذا كان ناصر واحمد للثلاثه خرجوا اللي هم بيعملوا عمليه التحول لنادي الزمالك. يعني